ونبدأ معكم فقرة التحليل العسكري مع سيادة اللواء الركن محمد علي أصمادي. أهلا ومرحبا بك. أهلا سيادة اللواء، معنا في هذه الفقرة للتحليل العسكري اليوم ليس يوما عاديا، هو يوم صاعق بالنسبة للجيش الإسرائيلي، يوم صادم فيه عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال. ماذا لدينا اليوم؟ وفي اليوم التاسع بعد المئة من هذه الحرب الظالمة على أهلنا في غزة، تثبت الأحداث بأن ليس فقط الصهاينة يغرقون في وحل غزة، لكنها تثبت بأن غزة هي مقبرة للغزاة. في هذا اليوم نشير إلى ما حصل يوم الأمس، وأنا سنقوم بالتفصيل، مقتل 24 ضابط وجندي وإصابة العشرات بعضهم بجراح خطرة خلال عملية مركبة شرق مخيم المغازي، تفجير عربتين هامر بحقل ألغام اليوم في جحر الديك، السيطرة على 3 درون منها 2 انتحارية جنوب الزيتون، والسيطرة على 2 درون جنوب شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف لقوات الاحتلال بالهاون الثقيل جنوب غرب مدينة غزة ودبابة وجرافة بالRPG في شرق المغازي، استهداف جنود وآليات بالهاون وصاروخ البدر 1 شمال مخيم البريج، استهداف دبابة بعبو الثاقب البرميلية غرب خان يونس، كذلك تم قصف جنود وآليات العدو بالهاون واستهداف 3 جرافات D9 بالياسين 105 وقذائف التاندوم، استهداف 3 جنود وجرح آخرين بتفجير غرفة مفخخة غرب خان يونس، واستهداف ناقلة جنود ياسين 105 في خان يونس، بالإضافة إلى استهداف دبابة ياسين 105 غرب خان يونس ومجموعة قناصة تم استهدافهم بقذائف الكاتيوشا مخيم المغازي، صاروخين كاتيوشا واستهداف موقع نحل عوز بالهاونات، وكذلك تم تدمير حفار قبل قليل. لواء اسمادي، نعود إلى العملية الأبرز التي تمت بالأمس في تمام الساعة 4 عصرا، عملية مركبة ودقيقة وفيها الكثير من التفاصيل. عدد القتلى في هذه العملية هو الأكبر ربما باعتراف الاحتلال خلال يوم واحد. يعني عملية الأمس هي ليست العملية المركبة الأولى لكنها الأكبر تأثيرا، وكانت الخسائر هي الأكثر إيلاما منذ بدء العمليات من 7 أكتوبر. الآن نحن نتحدث عن المنطقة التي تقع شرق المغازي تقريبا تبعد يعني عن الجدار الفاصل حوالي 600 متر. يحاول الصهاينة أن يقيموا المنطقة الآمنة البفر زون على غلاف غزة بشكل كامل بمسافات تقريبا من 1 إلى 2 كيلو على طول الحدود. الآن خلال هذه الأعمال يستخدموا جرافات D9 ويقوموا كذلك بالأعمال الهندسية. لاحظنا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت عمليات إزالة المباني بالتجريف بالجرافات وكذلك باستخدام التفجير، وعمليات الإزالة للمباني هي ليست فقط كما كنا عهدنا سابقا إزالة مربعات سكنية، إلا أنها أصبحت إزالة أحياء بأكملها. صحيح. يوم الأمس كان هناك إدخال لكميات كبيرة من المتفجرات من قبل وحدات الهندسة، وباعتقادي هم كانت النية هذا الحي مؤلف من 10 منازل. تم توضيع المتفجرات في منزلين، وهنا تشير مصادر عبرية بأن القسام كانوا على علم بهذه المعلومة. هذه هي النقطة المهمة، القسام كانوا يعلمون بهذه العملية. هذا ما أثارته بعض من المصادر العبرية. الآن تم إسناد واجب لإحدى الدبابات للقيام بالتغطية على هذه العمليات وأعمال الحماية. قام أبطال القسام من خلال هذه العملية المركبة تمام الساعة 1600 باستهداف الدبابة وإطلاق عليها قذيفة مضادة للدبابات وألحق بها تدمير جزئي. حاول الغزاة أن يقوموا بسحب هذه الدبابة، إلا أن أبطال القسام تدخلوا بعملية الانسحاب وأعاقوها، مما أدى أن تقوم طائرة من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بقصف هذه الدبابة وتدميرها. هنا لم يكن المبنى قد خلال استهدف. هذه العملية هو متزامن تقريبا. خلال هذه العملية كان هناك أحد أبطال القسام الذي أطلق قذيفة TPG على أحد المباني، وتفجرت المتفجرات ضمن هذا المبنى، مما أدى إلى قتل عدد كبير من قطعان الصهاينة في تلك المنطقة. هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا،
بأن العدد الذي تم التصريح عنه هذا ما صرحت به الرقابة، ما سمحت به الرقابة العسكرية. نعم. ولنأخذ هذا الرقم على محمل الجد، نعتبر أنه الرقم صحيح، 21 زائد 3 جنود في الموقع الآخر 24. أين الجرحى؟ هنا أود أن أشير. السؤال الثاني، كيف تم استهداف، من الممكن أن يقول أحدهم سيادة اللواء جميع من كانوا في المبنى قتلوا، لا يوجد جرحى؟ أنا الآن سأخبرك بنقطة أخرى. الآن لماذا تم استهداف هذه المتفجرات في هذا الوقت؟ لماذا لم يتم التأجيل إلى وقت لاحق؟ هذا سؤال أيضا، خاصة أن المجمع السكني 10 بنايات أو 10 بنايات، وتم استهداف مبنيين في هذا المجمع. عادة عملية التفجير هي تسند وتوزيع المتفجرات للوحدات الهندسية. جميل. وحتى يتم توزيعها بدها تقريبا فصيلة من وحدات الهندسة، بالإضافة اللواء المظليين ضمن منطقة المسؤولية بيكون على الأقل في فصيلة من الجنود، هؤلاء يقومون بأعمال التحميل والتنزيل والحماية. لذلك احنا بنتحدث عن عدد تقريبا بين 60 إلى 70 جندي بدهم يكونوا ضمن تلك المنطقة. وهذه الكمية من المتفجرات تم إنزالها ضمن المنزلين ليتم التوزيع. لذلك هي كانت اللحظة الذهبية المثالية ليتم استهداف المتفجرات بقذيفة مضادة للتحصينات وتفجير الموقع ضمن هذه المنطقة، والجنود متجمعين خلال عملية تنزيل المتفجرات في تلك الموقع لإيقاع أكبر نسبة قتل. وهذا دليل واضح على أن القسام كان يعلم بهذه العملية وكان قد رصد الجنود أثناء عملية إحضار الآن الألغام. الآن النقطة الأهم أنه بعد يعني عندما قامت الطائرة بقصف الدبابة وعملية التفجير وقد تكون متزامنة تقريبا، حصل هناك يعني حالة من الفوضى مما استدعى الوحدات العسكرية المجاورة أن تقوم بمحاولة التقدم لعمليات الإنقاذ. الآن كان هناك حقل ألغام موضع سابقا ضمن تلك المنطقة، وهذا يؤدي إلى الآن سؤال آخر، كيف تم وضع هذا الحقل ولماذا وضع وكي يعني ما هي الأهمية في تلك المنطقة بالذات؟ الآن هنا عندما يتم وضع حقول الألغام يتم دراسة جغرافية المنطقة. نعم. وأين المنطقة الأكثر احتمالا أن يتم الإخلاء من خلالها والدخول من خلالها. لذلك صحيح. يعني كان هناك من استهدف الدبابة، كان هناك من استهدف المبنى الذي فيه المتفجرات، وكان هنالك من قام بتفجير حقل الألغام. لذلك هي العملية حقيقة تحتاج إلى عقل مدبر، والعقل المدبر موجود، تحتاج إلى رباط الجأش وشجاعة وإقدام واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وعندما تم تفجير حقل الألغام اكتملت العملية ووقع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى. الآن المستشفيات العسكرية، مستشفى سوروكا وصلوا على عدة دفعات عدد من الجرحى، وطبقا لمصادر عبرية وصلوا تقريبا عدد 40 حالة. مستشفى هداسة وصلوا 11 حالة، هي 51 زائد 24 موزع على مستشفيات أخرى، نحن نتكلم يوم الأمس 75 حالة. وهذا يتطابق مع ما ذكرته في البداية. عندما أتحدث عن المقياس العالمي لكل حالة من حالات القتل يقابلها تقريبا ثلاث جرحى. صحيح. إذا نتحدث، إذا كان العدد 24 ضرب 3 نتحدث عن 72، وهو ورد للمستشفيات يوم الأمس 75. لكن هون في نقطة مهمة جدا. نعم. أنه في حالات التفجير في المتفجرات أو انهيار المباني تكون الإصابات بليغة وجسيمة، ويكون فقد لأطراف، والبعض من الجرحى تكون نسبة الوفاة عالية خلال أول 48 ساعة. والعدو الصهيوني لا يصرح عمن يموت بعد إصابته. لذلك هذه العملية كانت عملية نوعية، عملية مؤثرة، ولها انعكاسات كبيرة على المجتمع الإسرائيلي وعلى معنويات الجيش الإسرائيلي وعلى صاحب القرار السياسي في هذه أو في هذا الكيان الغاصب. لذلك يعني العملية ترفع من روح المعنوية للمقاتلين، لكن لها تأثير، وأؤكد لك بأن القادم راح يكون أصعب. وهذا ما يتنبأ به
الصهاينة قادتهم وساستهم بأن العمليات، واليوم كان هناك الحديث وعديد من التصريحات صحيح. بأن المعارك في خان يونس كذلك طيب. صعبة. يعني هذه لم تكن العملية الوحيدة خلال الساعات الماضية، هناك العديد من العمليات سننوه لها، لكن الآن نريد أن نشاهد هذا الفيديو الذي سمح ببثه الآن مع أنه صور في بداية هذا الشهر لمحاصرة أو كمين أعد لقوة إسرائيلية داخل أحد المنازل. الفيديو صور بكاميرا مثبتة على خوذة أحد الجنود الإسرائيليين، وصور وتم تسريبه قصدا. دعنا نشاهد. אני מריבול בלי יצרה! سيادة اللواء، شاهدنا هذا الفيديو، هناك العديد من الدلالات لهذا الفيديو، لكن بداية لماذا يبث الآن؟ هذا للتغطية عن حالات القتل في جنودهم التي حصلت أمس، وليظهروا للمجتمع الإسرائيلي بأن الجنود يعني يقاتلوا وهناك ظروف صعبة جدا خلال عمليات القتال، لذلك ليظهروا للرأي العام الإسرائيلي بأن الحرب ليست سهلة، الحرب صعبة وهناك تحديات، وبأن من يقاتلوهم أشداء، ولذلك هي عملية مقصودة لتسريب في هذا الوقت. الآن نحن نلاحظ يعني في هذه العمليات الجندي الإسرائيلي كيف يعني مقدار الخوف والهلع عندما يتعرض للضغوط. طبعا هي العمليات القتالية تشكل ضغط يعني نفسي ومعنوي على الجندي أثناء العمليات، لكن اسمح لي يعني صراخ. أنا كمشاهد أريد الحديث ولست خبيرا عسكريا سيادة اللواء، يعني إذا ما قارنا هذا المشهد بمشاهد السينما ومشاهد الجنود دائما ما يكون هناك جندي مقدام يحاول الذهاب إلى العدو وإطلاق الرصاص عليه. هنا إعادة المشهد. هنا أبطال القسام في الجهة اليمنى ويطلقون الرصاص عليهم. الآن هؤلاء قوة متحصنة داخل المبنى، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أم وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لذلك لاحظ كيف الصوت والصراخ والعويل تجمعوا في غرفة صغيرة. تجمعوا الآن، هم مرعوبين خايفين، هم أذاعوا هذا الفيديو ليغطوا على فشلهم أمام الرأي العام، لكن أبطال القسام يقاتلوا. لاحظ الآن ماذا سيجري، هذا الجندي كان بإمكانه أن يقوم بالاقتحام ومحاولة أن ينقذ رفاقه، لكن هذا ما أتحدث عنه، هذا عامل الخوف جعلهم يعني يتثبتون لأنهم متثبتين بالحياة، متشبثين في الحياة. بالطرف الآخر من هو يريد النصر أو الشهادة، الآن يلقي قنبلة، وخلال هذا المشهد باعتقاد يتم إلقاء 3 قنابل صحيح. يدوية داخل المبنى من قبل أبطال القسام.
نشاهد أحدهم أصيب. نعم. الآن أصيب في وجهه من الجهة اليسرى. نعم. والآن عنده بصير في نزيف دموي في أي الآن يحاول أن يوقف النزيف. نعم. باستخدام أحد البطانيات. الآن ما زالت أعمال الاشتباك دائرة بينهم وبين المجاهدون أو المجاهدين خارج المبنى. هذا دليل على نوعية الجندي الإسرائيلي عندما يتعرض للخوف. نعم، الجندي الإسرائيلي يعتمد على سلاح الجو، يعتمد على الميركافة، يعتمد على ناقلة الجند، هذه النتيجة. لكن عندما يكون المجابهة فوق الأرض جندي مقابل جندي، هذا هو المستوى وهذه هي النتيجة في يعني الصراع. سؤالي يعني صدقا سيادة اللواء، تجمعوا في هذه الغرفة وجلسوا هكذا والمقاومين على الجانب الآخر، ماذا ينتظرون؟ يعني ماذا ينتظر الجندي الإسرائيلي في مثل هذه الحالة؟ حتى تجمع الجنود في غرفة واحدة، حتى يحضر عزرائيل. هذه هي النتيجة المرسومة بعونه تعالى. طيب، سننتقل الآن إلى الخريطة للتطورات الميدانية. نبدأ من شمال قطاع غزة، وفي الشمال ماذا كان لدينا اليوم؟ يعني اليوم كان في تراجعات في منطقة بيت حانون وبيت لاهية للقوات الإسرائيلية، وكما ذكرنا بعد عملية الانسحاب هم يعني أخذوا مواقع دفاعية في المنطقة الشمالية داخل الجدار العازل من ضمن الأرض باتجاه الأرض المحتلة، وكذلك في منطقة شمال غرب بيت لاهية منطقة العطاطرة والكرامة كان هناك اشتباكات متفرقة في جباليا البلد وجباليا، وكذلك في منطقة الدرج والتفاح. جبل الريس الذي يتواجد شرق منطقة الدرج اليوم يعني كان هناك بعضا من الاشتباكات ويتم استهداف القوات الإسرائيلية ضمن تلك المنطقة. كذلك في منطقة اشتباكات متقطعة في منطقة تل الهوى والشيخ عجلين، وجود كثيف لطائرات الكواد كوبتر في المنطقة. نعم. على شارع صلاح الدين، ولمنع أي حركة ضمن. نعم. شارع صلاح الدين، خاصة إذا حاول أحد أن يعود إلى المنطقة الشمالية. القوات في المنطقة الشرقية انسحبت تقريبا من منطقة التفاح والدرج شرقا، وهي الآن يعني تنسحب وتعيد التموضع. وكما ذكرنا سابقا. نعم. بأنه إن أرادوا أن يقوموا بأي عملية ضمن منطقة شمال مدينة غزة تكون مبنية على معلومات استخبارية، ويعتمدون الآن على أسلوب الاختراق السريع. نعم. مصحوب مسبق قبل. طيب. العملية بنيران من سلاح الجو. لواء اسمادي، قبل أن ننتقل إلى وسط مدينة غزة أو وسط القطاع، هذه المشاهد من جباليا حيث كنا نتحدث في شمال قطاع غزة، بثت القسام هذه المشاهد لاستهداف لآليات إسرائيلية، نتابع. هذه المشاهد كانت من جباليا سيادة اللواء. نحن نلاحظ هنا بناء على عملية الرصد والمراقبة والاستطلاع من أبطال القسام، والعمل بالأسلوب الجديد أسلوب الذئاب المنفردة ضمن العقد الدفاعية التي تخصص كواجبات لأبطال القسام وسرايا القدس والفصائل المسلحة، يتم رصد إحدى الدبابات الإسرائيلية بحيث يتم استخدام الياسين 105 كما يظهر أمامنا الآن على الشاشة، والإطلاق من مسافة قريبة. نلاحظ تطاير زجاج أحد الشبابيك، وهنا نلاحظ بعضا من القطع المعدنية
من بقايا الآليات، وهنا آثار الدماء. هذه اللي نلاحظ الآن آثار الضمادات الطبية التي يقوم باستخدامها وحدات الإنقاذ والإخلاء أثناء عملية تقديم الإسعاف السريع الميداني قبل عملية طيب الإخلاء. لضيق الوقت لن نستعرض الفيديو بشكل كامل، سنكتفي بهذا القدر من الفيديو ونعود إلى الخريطة الميدانية وننتقل إلى وسط القطاع في المخيمات، منطقة المخيمات. وسط القطاع ما زال هناك يعني محاولات للتوغل ضمن منطقة مخيم انصيرات لبريج المغازي والزوايدة، إطلاق نيران وبشكل مكثف على بلدة المصدر. الآن ما زالت القوات ضمن هذه المنطقة تحاول أن تتوغل ببطء وبحذر شديد تجنبا لمزيد من الخسائر، لمزيد من الفضائح التي يتعرض لها أمام الرأي العام الإسرائيلي. لذلك هم الآن حقيقة في مأزق، لكن في يعني حركة نشطة لطائرات الكواد كوبتر المسلحة ضمن تلك المنطقة، محاولة القصف لمحيط مستشفى شهداء الأقصى على فترات، وكذلك هناك رحلات استطلاعية لطائرات الاستطلاع على مدار الساعة في المنطقة. أيضا دعنا نشير إلى أن كتائب القسام أعلنت عن تفجير مركبتي همر في جحر الديك، وهذا يضاف إلى العمليات خلال الساعات الماضية الكثير من العمليات نفذت في حق الألغام. كان هناك حق الألغام موضع وتم تفجير الآليتين. الآن إحنا تحدثنا اليوم عن أرقام الخسائر ليوم الأمس، لكن حقيقة اليوم كان في عندنا 10 آليات تم تفجيرها، بالإضافة لأربع مجموعات من الجنود، بالإضافة لمجموعة من القناصة، بالإضافة إلى أعداد الجنود الذين تم إيقاعهم بين قتيل وجريح باستخدام الهاونات وصاروخ البدر واحد. لذلك كذلك يوجد أرقام حقيقية اليوم خسائر بالأرواح وجرحى، وقد يكون هناك إصابات بليغة جدا ستتكشف خلال الساعات المقبلة وبالذات ربما في المنطقة غرب مدينة خان يونس. سننتقل إلى خان يونس الآن مباشرة. في خان يونس وفي مناطق جنوب القطاع، يعني خان يونس لضيق الوقت أريد هنا أن أشير بأن المنطقة الشرقية ما زال هناك توغل من المنطقة الشرقية ومحاولة للتوسع في تلك المنطقة. المنطقة من الشارع الخمسة باتجاه مجمع ناصر الطبي إلى منطقة قيزان النجار والبطن السمين، الآن كان هناك توغل لليومين الماضيين من المنطقة الجنوبية باتجاه البطن السمين إلى جامعة الأقصى وإلى مستشفى الأمل، وعادت القوات تتوجه من المنطقة الغربية باتجاه قلب المدينة. الدائرة تضيق شيئا فشيئا. يوم الأمس كانت تقريبا 4 كيلومتر مربع، وكان هناك اشتباكات بالرشاشات وبالأسلحة المضادة للدبابات في العديد من المواقع. الآن من الملاحظ بأن الصهاينة قد قاموا باستهداف النازحين في منطقة جامعة الأقصى وكذلك النازحين في منطقة المواصي، وهذه من المناطق، منطقة المواصي أعلنت منطقة آمنة ويوجد فيها عدد من النازحين. لكن ما تقوم به القوات الصهيونية الآن بمحاولة القصف ابتداء من أقصى شمال جامعة الأقصى باتجاه الجنوب، ومحاولة دفع السكان للتوجه من المواصي باتجاه مخيمات اللاجئين في رفح وعلى الحدود المصرية. وهذا ما أشرنا له سابقا، هذه الخطة الخبيثة لتجميع النازحين جميعا ضمن منطقة جغرافية ضيقة لإحداث مأساة وأزمة إنسانية، للضغط على المجتمع الدولي لاحقا لعملية حل هذه المأساة والأزمة الإنسانية. منخفض جوي، الظروف الإنسانية صعبة، هناك مشكلة في المواد الغذائية، الصهاينة يعرقل دخول المساعدات والمواد الغذائية عبر المعابر. لذلك يوجد حالات من الوفاة بين أهلنا في مدينة رفح والمواصي وغرب خان يونس، يموتون جوعا أطفال وشيوخ وسيدات لأنهم لا يجدون ما يأكلونه. قاموا بطحن حبوب الحيوانات لتستخدم كغذاء وهي ليست صالحة للاستهلاك البشري. الآن يعني الأيام القادمة هي صعبة جدا، يوجد مأساة إنسانية يندى لها الجبين بما يتعلق في المدنيين، لكن بالمقابل رجال المقاومة ضمن عقدهم الدفاعية وضمن شبكات الأنفاق
يتم استهداف القوات وجها لوجه في العديد من المواقع، والعمل خلف خطوط العدو. ما زالت المقاومة في بخير إن شاء الله، وقادرة أن تستمر باستنزاف هذا العدو وأن تجعل غزة مقبرة للصهاينة. اللواء الركن المتقاعد محمد علي أصمادي، شكرا جزيلا على هذا الشرح الوافي.